لكن التأجيل، التسويف، عدم التوصل في كل اجتماع إلى حل. دكتور محمود، أين يضع ليبيا وسط ما بدأنا باشتباكات كانت الآن في الليلة الماضية في العاصمة طرابلس؟ نعم، يضعها في موقع في موقف في إشكال، وربما يكبر الإشكال إلى أن يصل إلى صدام مسلح، لكن لن يصل إلى حرب بمفهومها الفعلي، لأن الواقع العملي أن هذا سيحتاج إلى مشعل. ومع هذا الواقع الليبيون يجب أن يصلوا إلى مرحلة الاستقرار، لكن لن يصلوا إلى الاستقرار السياسي، ولن يصلوا إلى الاستقرار الأمني ما لم يكن هناك استقرار سياسي، ولن يصلوا إلى الاستقرار السياسي ما لم تتغير الوجوه الموجودة على رأس القائمة، أقصد أعضاء مجلس نواب ومجلس دولة ورئاسي وحكومات متصارعة وأجسام أخرى. ربما الواقع أنها يريد الجميع الاستمرار، والليبيون يريدون التغيير. إذا أن الواقع العملي أن المجالس حقيقة فشلت، أيما فشل في إمكانية تحقيق جزء من وعودها بأن التغيير قادم أو أنه يسعى إليه ولو كان بشكل هادئ. شكرا لكم الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور محمود إسماعيل الرملي، كنت معنا من العاصمة الليبية طرابلس عبر خدمة سكايب.